حال المصري لما امه تموت. خلي بالك على اخوك يا ميدو ومكان ال... لا يا ماما ما تموتيش، قولي لي فين مكان الفلوس الاول. ايه ده بتضحك ليه؟ في ايه؟ امك ماتت. ايه ده انت بتقول ايه؟ انا مش مصدق نفسي. يس يس. بس الحقيقه القاسيه ماتت من غير ما تقول على مكان الفلوس. قالوا زمان ماما غنيه وبخيله، وقلنا لما تموت هنورث فلوسها الكتيره. ماما ماتت لكن فلوسها ما ماتتش. ميكي ما تعملش في نفسك كده، ما خليتهاش تقول على مكان الفلوس ليه قبل ما تموت. ومسينا الفلوس وموتي تاني يا امه. ماما ما فيهاش فلوس، يبقى نبيع امك اعضاء. فعلا، ويبقى كسبنا حاجه من موتها. بقى انتوا عايزين نموت بقى عشان تاخدوا الفلوس. عفريت ماما.